السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين المتابعين، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد، وأسعد الله مساكم بكل خير. عاجل وهام، عشية إعلان حكومة يمنية جديدة، السعودية تحسم مصير القيادات اليمنية في الخارج. وإلى التفاصيل. وجهت السعودية اليوم الثلاثاء صفعة قوية للقيادات اليمنية والقوى الموالية لها في الخارج، وذلك عشية إعلان تشكيل حكومة جديدة في صنعاء. وألمح الخبير العسكري السعودي أحمد الفيفي إلى أن تلك القيادات لن تعود للداخل إطلاقا. وكتب الفيفي على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: من باع منزله واستلم الثمن صعب عليه استرجاعه، واصلاً ذلك بالمشهد القادم لليمن. وكان الفيفي يعلق على تشكيل الحكومة الجديدة في صنعاء. وجاء تشكيل الحكومة عقب تقدم في ملف المفاوضات مع السعودية، خصوصاً في الجوانب الإنسانية والاقتصادية. وتشير تغريدة الفيفي إلى استغناء السعودية التي ظلت لنحو 6 سنوات تقاتل بالقوى اليمنية الموالية لها عن تلك القيادات، مع حسمها ملف الخروج من المستنقع. أشكركم على حسن متابعة والإصغاء. لا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.